السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوت. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما الطوارات ديالكم لا فامي ديالكم حتى هي. يوم جديد وفيديو جديد اصدقائي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الباطي. انتما كما كتشوفوا يعني ماشي معكم واحد السلسله ديال لي باطي اللي كنقدم الطوارات ديالي كنشارك معكم. تقدروا تستافدوا منها, تقدروا حتى نتوما تعطيوا الطوارات ديالكم. هادشي اللي كاين اصدقائي. فانا غادي نوريكم المكونات بسم الله على بركه الله. المهم مشيت سخرت لهم دابا عاد جبت لهم. هنايا عندنا البروكولي اصدقائي, هذا الراس هذا ديال البروكولي. كذلك جبت واحد جوج ديال الجزرات اصدقائي هما شنوما, وجبت كذلك الباربه. المهم هاد الباطي هذا يكون غني بالباربه, ومهم الخضر منوع اصدقائي. المهم جوج الباربه كبارين كبارين يعني ما بيهمش. وكذلك جبت هنايا الخس. قلت لكم الخس اصدقائي كرافس. ها هو اصدقائي. المهم ديك الشيء مشعشع انا كرافس اللهم بارك الخوت. هذا هو الباطي ديالنا. كذلك البيض اصدقائي غادي يكون فيه حتى البيض. المهم هادشي غادي يجي مخلط مع لاطيتو, وغادي نضيف لهم عليه شويه ديال الزرع منقوع اصدقائي. وغادي ندور على الطويرات ان شاء الله, ثم خليكم غادي تشوفوا الطريقه كيفاش. غادي نحك بعدا هاد المكونات هادي. اول شيء نغسلوها نحكوها اصدقائي. وديك الساعة غادي تشوفوا معنا شنو غادي نزيدوا لها الاضافات ديالها, وغادي تشوفوا الشكل النهائي كيفاش غادي يجي. تحياتي لكم الدراري, ما غاديش تخسروا والو الا عملت واحد لي كومونتير مساحيت عملت واحد كومونتير وواحد جيم, ما غادي تخسروا والو اصدقائي. وبذلك يعني كتزيدوا تشجعونا اننا نزيدوا في فيديوهات ونزيدوا نشاركوا معكم المعلومات اللي كنعرفوا. هادشي اللي كاين اصدقائي ما غاديش تخسروا والو. تحياتي لكم وشكرا بزاف للاخوان اللي كيتابعونا وكيشجعونا وكيكتبونا لي كومونتير. تحياتي لكم وبزاف الاصدقاء ما عاملينش ابوني حتى هما ما تخسروا والو. تعملوا يعني كيتفرجوا فينا ما عاملينش ابوني, اعملوا ديك اللعيبه حمراء تولي رمادية اصدقائي, وانتم مشتركين باش يبقى يوصلكم الجديد كل نهار. تحياتي لكم, كان معكم محمد ديماري, خليكم في الفيديو بيس. فاول شيء اصدقائي نعملوا البيض ديالنا يتسلق هي اول حاجه. ماتريال اصدقائي رقيقة بريتي ضروري. فغادي نخليو البيض ديالنا يتسلق اصدقائي, وغادي نمشيو نغسلو الخضر ديالنا باش نسكتو عليهم باش نحكوهم. وراكم باطي ديك الساعه. تحياتي. ف كما قلنا اصدقائي غادي نسكتو على الخضره ديالنا. نخليو هذا معايا نديرو المهم عندنا هاد البروكولي عندنا الجزر عندنا البابا اصدقائي تبارك الله شي بارد. للعلم اصدقائي فهاد الورق ديال الباربا حتى هي كياكل الباجي. بالنسبة للاخوان يعني اللي حدا شي سوق ولا كدا يمشي يضرب دويرة يجيب بحال هاد الكرافاس بحال هادشي كامل يجي من تما اصدقائي. لا داعي للاحتجاج الجماعي. فا الخوت يعني كما قلت لكم قبيلاتي حتى الزرع, الزرع هو عندي واجد هنايا. ها هو فين هو الخوت؟ ها هو عندو هنا كيقطر راه واجد حتى هو. غادي نعملو واجد الخلطة العادية ديالو هنا. سيبو البنت عندنا هو
بروكولي أفريقي غني بالفيتامين ك. هذه من هذه. وضروري يا إخواني يعني من غسل ديال الخضر يعني كيما كانت يعني واخا غير شي كبيرة إذا يعني كبيرة بالماء. فاش كيكبر يكون فيها شي مبيد حشري ولا شي حاجة وتقدر تكسر لك الصويرة ديالك إلا قدر الله. هذه ما كتضيعش، هذه كنعطيها للدود القبابي اصدقائي. بالنسبه للضربه اصدقائي خصني نقشره باش ما نطولش عليكم في الفيديو، استناوني واحد الدقيقه. وبالنسبه للخوت يعني الصويرات يعني بزاف بزاف الاخوات كنشوفهم يعني كيهضروا على التصويرات كانهم يعني شي الات ولا شي. فالتصويرات اصدقائي راه بيدكم خلقهم الله، وراه كاين ايات يعني امم امثالكم يعني جميع الحيوانات راه اللي كتخلق يعني اللي كتولد واللي كتنسى راه كاملين بحالنا يعني بحالهم بحال البشر، غير حنا ميزنا ربي ليهم بالعقل وهما لا، لكن راهم عندهم احساس وعندهم كلشي اصدقائي حتى هما يعني كيربيو كبدا على ولادهم. لذلك الاخوان كاين كنشوف يعني بعض منهم كيقول لك اعطيه غير الزوان والماء ولا اعطيه غير كذا عايش عايش، لا بالعكس داك الطائر مثلا مشى في واحد القفص راه خصك تحاول ما امكن توفر له داك الشيء اللي غادي يحتاج الجسم ديالو واللي غيرتاح فيه هو، تحاول ما امكن يعني خصك ضروري ضروري توفر له ولو غير واحد 50% بعد على الاقل، ماشي كتشبر واحد الحاجه ومزومني تصقع عليها تما غير الزوال والمولى غير البشنا والموت وصافي راه هو عايش راه هو بخير، هي كتولد هي كدا، راه ضروري خصكم العنايه تحاولوا ما امكن يعني حتى هي ما توفرلو دابا هادشي كامل اللي كنوفرو له ما توفرلوش داكشي اللي كيوفرو راسو هو في الطبيعه. لذلك الناس خرجت يعني مكملات غذائيه، خرجت بزاف الحاجات كالسيوم يعني انت ما تقدرش توفرلو، كيما عطيتيه ما توفرلوش داكشي اللي خصو، لأن اخترعت المكملات الغذائية. لذلك الخوت عندك واحد الطائر يعني ضروري الاهتمام، النظافة، التغذية الصحية، يعني مكنقول لكم شي بحال هكا ولكن اللي توفر عندك، غير المهم هو أنك تنوعه في الماكلة، يعني الماكلة دايما حاول تعطيه الماكلة تكون نقية، راه بيدو راه بحالو بحال إلا بغينا نقولو بحالو بحال البشر أصدقائي، يعني وفرو لي كتشوفو فينا أنه واحد الحاجة لي كتشوفها أنك مثلا بحال غنقول لك أنت تقدر تاكلها تكون نقية غير داك الطائر، يعني خصك تعطيهالو تكون نقية بخير وعلى خير، ماشي كتقول صافي هاديك غير طويار ولا هاديك، لا 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 بالعكس، راه هو بيدو فيه روح وخلقو في واحد الغراج. لذلك الاخوان يعني حذاري بالنسبه لك الاخوان يعني اللي كيقول لك راه غير طويار ولا راه هذاك راه كائن حي خلقو ربي وميزو عطا واحد الحياه، فانت الى جا عندك خصو يدوز معاك راه يذكرك بالخير، ولا انت كدير اثر عليه يعني ما حبك انت كتهلا فيه راه كدير اثر عليه. وسبحان الله الطائرات راه كيميزو بنادم لي كتهلا فيهم ولا هادي راه كيميزو، شحال كتشوفو يعني الطرائف ديال الطيور كيما بعد مثلا كون شفت واحد البطريق
واحد السيد كان نقدو مشى ما عرف شحال مشى ورجع عنده كيزور حتى الدار ديالو حتى القبيله ديالو يعني هذاك بالطريق يعني شكون عطاه ديك القدره الفهم انه يفهم بان هذاك راه نقدو ولا تما باش كتعرف راه الحيوان راه كيميز الانسان اللي كيتعامل معاه كيميز عاوتاني مثلا نمشيو غير للجمل الجمل راه كيميز عاوتاني الانسان اللي تعدى عليه ولا كدا راه كيبقى هايز في قلبه راه شحال من طرائف كاينة مثلا ديال الحيوانات اللي كيخلي الانسان يدي منو عبرة يدي منو بزاف حاجة هادشي اللي كاين الخوص المهم الخضرة ديالنا هي وجدت اللهم بارك دابا غنتقلو ما كاين غير التقطع تحياتي ليكم فهمتوما الخوص خليكم معايا غادي نحك هاد المكونات هادي وغادي نحاول نقسم الكمية غادي تجي على جوج ان شاء الله لان واحد الجهه غادي تجي زايده فيها البيض علاش البيض على حساب الكوبلات اللي عندهم فريخات واللي غادي يجي عندهم البيض ناقص غادي يكونوا هما اللي ما عندهم لا فرخ لا والو اصدقاء تحياتي لكم انا الخوت من بعد ما تسلق البيض ديالنا قشرناه جات المرحله ديال الحك فغادي كميه هنا 10 ديال البيضات اصدقائي هنا غادي نعمل 6 وهنا غادي نعمل غير 4 اللهم بارك لنا ودابا اصدقائي غادي نضيف واحد الكميه ديال الزرع كما كتشوفوا اللهم بارك الزرع المنقوع القمح المنقوع غادي نضيف واحد الكميه اللهم بارك كذلك بريد ماكس اصدقائي اللهم بارك اليوم غادي نعطيهم الامني بيت حتى هو نعطيهم كما عارف اصدقائي المهم هاد المغروفة هادي 100 غرام هادي 100 غرام رانا تقريبا عامل لهم كيلو انا كنعمل لهم غير نصف الكمية اصدقائي لانني كنعطي لهم حتى في الماء مرة مرة يعني واحد مرة في السيمانة غادي نعطي لهم في الماء ودابا كيبقى لنا غير نخلطوا المكونات ديالنا ونعطيو العصافير اصدقائي خليكم في الفيديو
اهدى تخشع تالخبز. وبالنسبه لهذا الباتي هذا راه صالح حتى للانسان اصدقائي، راه مفيد جدا. سبحان الله ما زال احسن باتي تقدر تقدمو للطويرات ديالك، غني بالفيتامينات البروتينات الكالسيوم، غني بجميع تقريبا جميع الفيتامينات اصدقائي، كذلك المحفزات. سبحان الله ما زال ها الباتي ديالنا كما كتشوفو على هاد الكيلة، ما بك انا دي الله ما زال ما بك انا. خليكم تلا خرج فيديو.